أرقام فلكية على مستوى المشاركة، يمكن بعيد عننا شوية لأنه حجم وطبيعة المنافسات كمان عندهم في أوروبا وفي نادي بحجم ريال مدريد طبعا بالتأكيد مختلفة، لكن مفيش شك عندنا لاعبين حققوا أرقام تاريخية، من ضمنهم الاسم اللي بيشرفني النهاردة واحد من مش هقول نجم جيله لأنه نجم في أجيال مختلفة، واحد من الأسماء اللي اتفق عليها طبعا مدربين كتير جدا مع الأهلي ومع المنتخب، منهم مصريين منهم أجانب. وأنا كنت ببتدي الحلقة وإحنا بنتابع لقطات شطات كده من معسكر النادي الأهلي، وجات في لقطة لحمدي فتحي وكلام جه على أكرم توفيق، وكنت بكلمكم عن إيه أهمية إنه اللعيبة مش قصة مهارات وإمكانيات فنية وبدنية وقوة وسرعة ومهارة، لكن كمان الروح واحدة من أهم المميزات في عالم كرة القدم. وهو الحقيقة كان واحد من أمثلة الحقيقة ونماذج الإصرار والعزيمة، نجبنا النهاردة كابتن أسامة عرابي اللي بيشرفني في السادسة. مساء الخير يا كابتن أسامة. مساء الخير، أهلا وسهلا بك يا أحمد. نور الدنيا. الله طيب. صحة سلامة، وسعيد بالمقدمة اللي أنت قلتها، دي حاجة صغيرة وسعيد جدا. تملي حاجة الله يخليك تملي سعيد ببقى لما ببقى معاك، وكل سنة وانت طيب، وكل المصريين بصحة وسلامة وعيد سعيد عليهم وعلى الأمة الإسلامية العربية. بيعجبني كمان في كابتن أسامة في المرات اللي بيشرفنا فيها يعني في السادسة، إنه نوع من يعني من المحللين اللي دايما محضرين ودايما مذاكرين ودايما بيحب بيتكلم بالأرقام. فخلينا نتابع معاه النهاردة مباراتين مهمين جدا، لازم طبعا نتكلم على مباراة مصر والنيجر في انطلاقة بطولة أمم أفريقيا، البطولة اللي هتأهل أولمبياد باريس، وطبعا انطلاقة الأهلي في مشواره في كأس مصر في مواجهة منتخب السويس. بس اسمح لنا كابتن أسامة نروح مع جمهور النادي الأهلي ونروح معاك لمقر إقامة الفريق من داخل معسكر النادي الأهلي قبل ساعتين من انطلاقة المباراة، نطمن على أخبار الفريق وعلى استعداداته اللمسات النهائية لمستر مارسيل كولر مع الزميل محمد توفيق. محمد مساء الخير، اتفضل. مساء الخير زميل عزيز احمد، تحياتي ليك ولضيفك الكريم كابتننا الكبير كابتن اسامه عرابي وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالطبع يا احمد، بطوله جديده كمان، طموح جديد، خلاص بنتوج بال11 دوري ابطال افريقيا، وخطوات قليله بتفصلنا عن بطوله الدوري واللقب ال43. كمان النهارده ضربه البدايه لبطوله مهمه جدا، اعرق واقدم بطوله في مصر، بطوله كاس مصر. طبعا النادي الاهلي داخل النهارده وهو حامل لقب البطوله، وبالطبع بيبحث عن لقبه ال39، لكن يا احمد رقم يعني صعب جدا على اي حد تحقيقه، وصعب جدا على اي حد يحصل النادي الاهلي فيه، وباذن الله نتوج بيه ونبعد كمان بلقب بطوله الكاس. يمكن طبعا يا احمد برغم الفروق الفنيه الكبيره جدا ما بين الفريقين، ولكن الجهاز الفني اللاعبين تركيز تام جدا في المباراه، وده بان جدا من التدريبات في التدريبين اللي سبقوا المباراه، وكمان بان جدا في يعني نظام اليوم كله هنا في فندق الاقامه يا احمد. يمكن نفس النظام المعتاد في المباراه الكبرى النهارده شغال ومستمر مع اللاعبين والجهاز الفني. يمكن 11 الصبح كانت وجبه الافطار، ومن بعدها الفتره او الفقره المعتاده في يوم الفريق وهي فتره التدريب الخفيف هنا في فندق الاقامه اللي كانت الساعه 12 ونص. بعد كده يمكن الفريق تناول وجبه الغداء في تمام الرابعه والنصف، وحالا وانا معاك دلوقتي احمد على الهواء اخر يعني فقرات اليوم او اخر حاجه في يومنا النهارده في فندق الاقامه، وهي المحاضره الفنيه اللي الجهاز الفني باذن الله هيحط فيها خطه المباراه، ابرز الخطوط العريضه للتشكيل، وكل حاجه هيتم تنفيذها اثناء سير المباراه. زي ما قلت لك تركيز تام سواء من الجهاز الفني او من اللاعبين، سواء كان ايا كان المنافس يا احمد او ايا كانت البطوله، انت عندك طموح واحد، هو تحقيق طموح كل جماهير النادي الاهلي والحصول على رقم واحد، اللي ما يقبلش الاسم على اثنين كعاده النادي الاهلي. واكيد كابتن اسامه عرابي واحد من كباتن النادي الاهلي التاريخيين اللي عارف الكلام ده كله، سواء بطوله دوري او كاس او دوري ابطال افريقيا وايا كانت البطوله، انت هدفك فيها هدف واحد وهو التتويج والتربع على عرش اي بطوله بيدخلها النادي الاهلي. يمكن احمد ابرز الملامح بقى كانت في تدريب الفريق، يمكن اللي كنا ملاحظينها امبارح هو الاحتفاء والاحتفال بلاعب الفريق والعناصر الاساسيه في الفريق اللي تم تجديد عقودهم، كان ياسر ابراهيم، رامي ربيعه اللي تم تجديد عقودهم لعام 2025، وكمان نجم الفريق حسين الشحات اللي تم تجديد عقده لمده 3 اعوام. يمكن اللاعبين احتفلوا بزملائهم بشكل اكثر من رائع، ده منعكس كمان على حاله التركيز والهدوء في المعسكر النهارده يا احمد للمباراه. زي ما قلت لك تركيز تام، كلام اللي دايما كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول للاعبين، وكمان مستر مارسيل كولر
ايا كان المنافس، ايا كان البطوله اللي بنتنافس فيها، احنا هدفنا هو هدف واحد بس، الحصول على المركز الاول. واعتقد كمان يا احمد في هدف جديد السنه دي، يمكن النادي الاهلي حققه في سنين كتيره قبل كده، ان شاء الله كمان يتحقق السنه دي، وهو الحصول على العلامه الكامله. الحمد لله يمكن بدايه الموسم كانت اكثر من رائعه، 2 كاس سوبر، بطوله كاس مصر طبعا القديمه، كمان انت خلاص على بعد خطوات قليله جدا زي ما قلنا من بطوله الدوري، حققت بطوله دوري ابطال افريقيا، يتبقى باذن الله كمان بطوله كاس مصر، ومن بعدها ان شاء الله السوبر الافريقي. كعادة النادي الاهلي يا رب دايما في انتصارات، ويا رب دايما في بطولات، ويبقى النادي الاهلي دايما كان يحمل كعادته على القمه، ويبقى دايما رقم واحد. دي كانت كل اجواءنا هنا من فندق الاقامه قبل تحركنا لملعب المباراه، نتمنى التوفيق للنادي الاهلي وكل دعوات جماهير النادي الاهلي بالتوفيق. الكلمه ليك يا احمد، اتفضل. شكرا جزيلا، بشكرك زميل عزيز محمد توفيق من داخل مقر اقامه الفريق. دي اخبار الفريق، وطبعا زي ما قال محمد وزي ما انا ابتديت الحلقه، احنا امام مراحل حاسمه في موسم اعتقد هيكون استثنائي بالنسبه للجماهير وبالنسبه للاعبين وحتى الاداره. فكره انك انت تحقق كل الالقاب في كل البطولات دي حاجه ما عملهاش او ما يقدرش يعملها غير فريق اسمه النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله سواء الخمس مباريات اللي في طريقنا لبطوله الكاس او الاربع ماتشات اللي يضمنوا لنا خلاص حسابيا ورقميا تتويج ببطوله الدوري، وبعد كده بقى نبقى نتكلم على بطوله السوبر الافريقي. مره تانية ارحب بنجمنا وضيفنا النهارده كابتن اسامه. اهلا بيك كابتن اسامه. قبل ما اروح لماتش الاهلي ومنتخب السويس النهارده واسمع رايك فيه، خليني بس الاول ابدا بالتجديد، خبر طبعا الاعلان عن تجديد للشحات ولرامي ربيعه ولياسر ابراهيم في التوقيت ده، ازاي بتشوفه وتاثير ده على الثلاث لعيبه دول فيما تبقى من مباريات في الموسم؟ كان مهم جدا انه موضوع التجديد ده يتم بسرعه بالنسبه للعيبه اللي انتهت عقودها، عشان الاستقرار اللي انت وصلت له في الفرقه من تحقيق نتائج بطولات، وكل اللعيبه دولت ليهم تاثير كبير داخل الفريق. حسين الشحات واحد من اهم لعيبه النادي الاهلي، وخاصة الموسم ده تألق بشكل لافت للنظر. في فترة شوية حسين كان بعد عن المستوى، وحتى الجمهور ابتدى ينتقد أو زعلان منه شوية، لأنه طبيعي أنك من لما بيكون في نجم وأنت منتظر منه كتير لما بيقل في المستوى شوية الناس بتقلق يعني. أسألك حتى كورة هسألك حتى الكوره بالنسبه لحسين. حسين طول عمره بيلعب وينج رايت، يمكن اول سنه يتوظف فيها وينج ليفت مع مستر كولر. هل فكره اعاده التوظيف او تحديد ملامح الدور اللي بيلعبه والشكل وطريقه اداؤه في الملعب، تحركاته والمساحات اللي اتحرك فيها ازاي وتبادل الاماكن، هل دي ممكن تفرق في الطفره دي؟ يعني هل القصه فكره بس تغيير بوزيشن، ولا فكره كمان ليها علاقه بحسين نفسه؟ لا، وحاله التيم ككل برضه. يعني الاساس حسين نفسه. الاساس حسين نفسه. طبعا. حسين نفس مستر كولر اول ما جه تقريبا حسين كان بعيد عن حساباته. يعني انت ما ترجع كان كريم على طول. او طاهر محمد طاهر. والناحيه الثانيه احمد عبد القادر. صحيح. او بيرسي تاو هنا ويبقى احمد عبد القادر. فكان بعيد شويه عن حسابات مستر كولر، وممكن دي تكون خلت حسين يقف مع نفسه وقفه جامده او كبيره، لانه حسين زي ما قلنا نجم، والنادي الاهلي جايبه ومعول عليه كتير، والجمهور بيحبه ويعشقه. كان بعد كتير عن المستوى، فاعتقد ان هو داس على نفسه كبير قوي. ده اول سبب. لانه خلي بالك مهما المدير الفني بيحاول يغير لك في المكان، بيحاول يديك دوافع، ماشي بيساعد طبعا، ولكن اساس اللعيب يبقى عايز. اللعيب لو مش عايز، لو دخل في مشاكل ان انا ما بلعبش، طب انا ههمل نفسي، طب انا مش هتدرب كويس، تلاقيك بتتراجع اكتر. لكن الطبيعي انك لما المدير الفني ما بيستعينش بيك انك يكون عندك شخصيه، ويبقى عندك اصرار وتدوس على نفسك وتشوف هو ليه مش بيلعبك، ايه السبب، اذا كنت قعدت معاه مباشر او انت استشفيت من مساعدين او عرفت، او تدوس على نفسك، تجتهد اكتر، تحاول ترجع المستوى اللي انت كنت فيه. فانا اعتقد ده السبب الرئيسي.
اكيد مستر كولر برضو ساعده في انه لما ابتدى يلعبه لقى كويس ابتدى يعتمد عليه. حسين بيلعب في الجناح اليمين، وقبل ما يجي النادي الاهلي في المقص احيانا كان بيلعب ظهير ايمن. ايوه، واحيانا بيلعب في نص الملعب، لكن هو مستر كولر حطه في الجانب الشمال، هو استعان بيه فترات في الجانب اليمين وكان بيأدي فيها برضه بشكل كويس. ولكن لما تألق وابتدى التشكيل يثبت بيرسيتاو في ناحية الجانب اليمين، ف ابتدى يوديه ناحية تانية، ودى حسين الشحات الناحية التانية، وحسين الشحات عمل له إنتاج كويس فيها. فدي حاجة كويسة من مستر كولر إنه فكر إنه يستعين بالناس اللي بتعمل له فرق في اللعب. خلى بيرسيتاو خلاص بقى مركز في الجانب اليمين، وكل ماتشاته الأخيرة تقريبا بيلعب في الجانب اليمين باستثناء الماتش الأخير لما نزله لعبه في راس الحربة مكان شريف، دي استثناءات يعني. وحسين بقى ناحية الشمال مع علي معلول، وعملوا جبهة قوية، وحسين ابتدى يتألق فيها زي ما تألق في الجانب اليمين. فأنا بقول إن هو نمرة واحد حسين نفسه، أكيد مستر كولر ساعده إنه وجهه في مكان ساعد حسين برضو لما بيدخل من الجنب الشمال، لأنه حسين بيلعب بالرجل اليمين، فقليل بتلاقيه يعدي من الطرف لبره، تملي بيدخل للعمق وسواء بيشتغل وان تو هات او كده وبيركز ويلعب على الجون، قليل لما بيطلع على الطرف زي كوره اللي لعبها لبيرسيتاو في الجول الاولاني بتاع الوداد. الوداد كان وصل للطرف خالص ولعبها وساعات بيسقط نص ملعب ويفضي مساحات لعلي يزيد او حمدي يزيد في الحته دي. ما هو ده يعني مستر كولر من شغله ابتدى يخلي الجناحين سواء بيرسيتاو او حسين او اي كان بيلعبه طاهر عبد القادر اي حد كتير بيدخلوا للعمق عشان يتحركوا قطري ورا شريف او ورا كهربا ويستلموا الكوره، وكمان في نفس الوقت بيعملوا خلخله للمدافعين ويفضوا لهاني عشان يطلع من الطرف اليمين، او علي معلول يطلع من ناحيه الشمال. فحسين من الناس المميزه، فتجديد ليه كويس طبعا، وخصوصا برضو من الاسماء اللي كان انت عارف بعد ما الاهلي خلص افريقيا تقريبا نص التيم بقى بيتقال عليه اخبار انه ده ماشي رايح السعوديه، وده ماشي رايح قطر، وده جاي له عرض مش عارف من اهلي جده، وده جاي له من الهلال، وده جاي له من الوجره، وده من صلال، وده رايح الزمالك، وده رايح بيرم، يعني نص الفرقه تقريبا مشوهه. فكان مهم كمان ده انه ده يحصل عشان اوضه اللبس تبقى الدنيا فيها مستقره وتساعد مستر كولر على يعني التوقيت، اقصد اقول كمان التوقيت كان مهم جدا. توقيت خصوصا انك عندك ثلاث بطولات لسه او ثلاث القاب يهمك جدا انك تحققهم. مظبوط. هو ال كون الناس بتقول ان فلان هيمشي يروح كذا او فلان هيمشي كذا، او لو في عروض حقيقيه طبيعي، لانك انت الفرقه البطل وانت اللي واخد كل البطولات، فالانظار هتبقى عليك، ده شيء طبيعي. يعني انا اقصد بغض النظر عن ان في مثلا حد عايز يصطاد في الماء العاكر زي ما بيقولوا، او مؤامره او كده، لا ده طبيعي ان الفريق اللي هو بيكسب واللي هو بيحقق بطولات واللي لعيبته واخده كل البطولات والناس بتشوف سواء في المنطقه العربيه او انت لعيب وعارف يا كابتن اسامه صحت او لم تصح، يعني بصرف النظر عن هذه الاخبار دي صحيحه او لا أو ليها ولا غير صحيحه، في النهايه انا كلاعب في النادي الاهلي لما اسمع انه في عروض جت لاداره النادي الاهلي وانه في ارقام فلكيه محطوطه فيها، طبيعي جدا دماغي يعني ما بقاش مركز. مظبوط مظبوط بنسبه 100%. عشان كده توقيت التجديد كويس جدا. نفس الشيء لما اتكلمنا على حسين، ياسر ابراهيم برضو ماشي بصوره كويسه جدا. واحيانا برضو نفس اللي حصل لحسين، وده طول عمرها في كره القدم وهتفضل، انه في فتره مدرب بيجي بيعتمد على حد، وبعدين مع الوقت ويكتشف كل لاعب ويعرف ده امتى بيلعب وامتى، لغايه لما بس ما حصلتش معاك.
انت من اللعيبه اللي كانت دايما اجماع حصلت لا يعني اكيد حصلت اكيد حصلت مع في معظم المدربين الحمد لله كنت بلعب او 99% منهم بس اكيد فتره برضو جيت حد حاول يلعب حد عليا حد ممكن يكون اي حاجه بعدتني في دماغه يعني بس رجعت تاني العب لا بتمر بكل لاعب بس ممكن تبقى مع لاعب بتبقى بتمر مع اكتر من مدرب وممكن واحد هي تحصل مره في 10 مدربين مثلا ياسر وربيع مع بعض معناه انه الاهلي ما بيفكرش في فكره انه يبقى محتاج مدافع يعني لا صفقه جديده ولا دي قصه لا لا بغض النظر عن الموضوع ده طبعا دي بتساعد ولكن انه لو حد مشي اكيد المكان هيفضى اكتر فهتحاول باستعجال انك تجيب حد في المكان لكن لما بتجدد وبتعمل استقرار بيبقى بقى التفكير بهدوء وحتى لو ما جبتش يبقى في ناس خلاص موجودين يعني في بعد رحيل معامل عبد المنعم بعد رحيل بدر بنون كان الكلام على انه الاهلي محتاج حد في خط دفاعه بكواليتي او بمواصفات بدر بنون هل شايف بعد واحنا بنقرب يعني على تفنيش السيزون ان الكلام ده مازال منطقي او مازال موضوعي ولا خط دفاع الاهلي 10 على 10 لا هو 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 في كل وقت انت بتحتاج اضافات ولكن انا عايز اقوله بس عشان برضو انا اتكلمت على حسين على رامي وياسر برضو مشوا كويس في الفتره الاخيره والاثنين مجتهدين جدا وياسر يعني احتل مكان اساسي في الفريق في الماتشات الاخيره وعمل ماتشات هايله ماتشين الاخرانيين بتوع الوداد عملهم بشكل كويس ايضا رامي في الاوقات اللي كان الراجل بيلعبوا فيها ادى بشكل كويس الماتش الاخير مع حرس الحدود اللي كسبنا 3 ادى بشكل كويس فكان مهم ان احنا نجدد لهم في التوقيت ده ومع منتخب مصر ومع منتخب مصر طبعا فكويس ان احنا جددنا لهم في التوقيت ده موضوع بقى بدر بنون بدر بنون كان مفيش شك عامل عجز في المنطقه الخلفيه بعد ما مشي ولكن عودة محمد عبد المنعم فرقت فرق غير طبيعي في خط ظهر النادي الاهلي. يعني انا اتكلمت على الناس كلها وكل الناس قايلين لكن محمد عبد المنعم ما فيش شك انه عمل اتزان كبير جدا لخط ظهر النادي الاهلي يعني اغناك عن موضوع بدر بنون بيعرف يبتدي اللعب قوي جدا سريع صعب جدا يترقص يعني في مقاومات كتيره للمدافع كمدافع الاول بيلعب بدماغه كويس هو صحيح ساعات تستغنى عنه دلوقتي لا طبعا صعب تستغنى عنه لو جاله عرض في اوروبا او في البريمير ليج هو بص خد بالك ده من ابرز الاهداف ما انا هقول لك محطوطه تحت الميكروسكوب انا يعني. هقول لك محمد عبد المنعم لو عديت 7-8 لعيبه في مصر يقدروا يحترفوا في الدوري الاوروبي وفي احسن حته انا اعتقد انه هيكون واحد منهم بس العقليه لازم تكون محترفه لان هو احيانا شويه بتتاخد عليه انه بيزود العيار شويه يعني في مواقف كوره ولا عصبيه لا في الكور انا بتكلم في الكور الاول يعني كرة. عصبيه يمكن بتحصل منه بعض الماتشات لكن مش كتير لكن بتكلم في الكور ساعات احيانا بتزيد منه من كتر الثقه يعني العيار بيزيد شويه والثقه في الحته دي بتوقع القلوب طبعا لكن ده عيب بسيط جدا او يعني حاجه بسيطه تقدر تتعالج لكن انا بتكلم على مقومات اللاعب سواء في الرقابه سواء في القوه في كتير جدا الواحد بيبقى بين نارين بصراحه يعني في لعيبه كده تبقى اللي هو ما تقدرش تستغنى عنها يعني فاهم لا ده ما سيبوش ده ما يمشيش فاهم وفي نفس الوقت شايف انه عندك كواليتي ممكن تروح تلعب في اوروبا ما هو وتكسر الدنيا ليك حق فاهم قصدي لا ليك حق هو بصراحه بامانه يعني ما هي في اهداف كتيره في اهداف للاعب وفي اهداف للنادي وفي اهداف اكيد النادي من وجهه نظره محمد عبد المنعم واحد من اهم اللعيبه في الفرقه دلوقتي واحد من اهم العناصر المنتخب المصري لكن بالنسبه للاعب ايضا موضوع لو احتراف في دوري اوروبي يعني سيبك من الخليج طبعا مع احترامي مستوى كبير برضو سواء في السعوديه قطر اتطورت الامارات اتطورت الدوري السعودي دلوقتي بقى عليه انظار كتيره وبيستقطبوا نجوم العالم
محطه حلوه، ولكن مش فارقه كتير عن الدوري المصري. لكن لو الدوري الاوروبي طبعا اكيد يعني يبقى في مصلحته ان هو يروح لدوري زي الدوري الانجليزي او غيره، يعني لانه هو فعلا لعيب كبير. صحيح. مبروك على كل الاحوال طبعا، ومبروك على الاهلاويه كلهم. طب اروح معاك سريعا قبل برضو ما يهمني، النهارده مصر بتبدا مشوار مهم جدا، عينينا على اولمبياد باريس، نفسنا الكوره تجيب لنا ميداليه اولمبيه يا كابتن اسامه. مظبوط. يعني اذا كان كاس العالم بعيد وصعب ويكاد يكون مهمه مستحيله، ولو ان المغرب بصراحه يعني ورت العالم كله ان مفيش حاجه اسمها مستحيل، وكانت قريبه جدا من الوصول للمباراه النهائي، لكن خلينا نقول انه حلم كاس العالم مؤجل شويه، بنشوف مستر فيتوريا هياخدنا يروح فين. لكن الاولمبياد لا، الاولمبياد ممكن وجاهز، وليه لا؟ شايف منتخب مصر مع ميكالي اخباره ايه؟ وخصوصا انه الانطلاقه النهارده امام النيجر، غينيا امبارح كانت هتحقق مفاجاه قدام المغرب، كانت متقدمه، انا الشوط الاول متقدمه 1-0 والمغرب رجعت بضربتين جزاء. شايف البطوله ازاي؟ وشايف فرص المنتخب الوطني فيها ايه؟ وهل استعد كويس لبطوله بحجم بطوله افريقيا؟ يعني مستر ميكالي، اولا الفرقه معظمها لما نتكلم عليها معظمهم اساسيين في الدوري المصري، يعني فرقهم يعني تقول لنا التشكيل المتوقع النهارده؟ التشكيل المتوقع حمزه علاء لحراسه المرمى، ايوه، احمد عيد ظهير ايمن، محمد طارق وحسام عبد المجيد قلبي دفاع، محمد اشرف ظهير ايسر، في كوكا ومحمد شحاته ومحمود صابر ثلاثي وسط الملعب. في الامام في مصطفى سعد ميسي، اسامه فيصل، وابراهيم عادل. ده التشكيل المتوقع. كلهم تقريبا بيلعبوا اساسيين في فرقهم، بعضهم معار من النادي الاهلي، بعضهم معار من الزمالك لانديه اخرى، ولكن التشكيل معظمه تقريبا معتمد على لعيبه الاهلي والزمالك، يعني في حمزه ومحمد اشرف وسعد مصطفى سعد ميسي وكوكا اهلي، احمد عيد طبعا هو معار، لكن احمد عيد ومحمد طارق وحسام عبد المجيد واسامه فيصل زمالك، وفي كمان ابراهيم عادل ومحمود صابر بيراميدز. يعني تقريبا ثلاث او اربع انديه هم اللي بيشاركوا. فدي برضو من الحاجات اللي ممكن تعمل تجانس شويه في الفريق، عناصر جيده جدا في كل المراكز. يعني نتمنى ان هم يحصلوا على البطوله الافريقيه الاول، لان طبعا مؤهله للاولمبياد، او تاني او تالت لو ما حصلش انك خدت البطوله عشان تؤهل الاول للاولمبياد. صعوبه ماتش النهارده حاجتين، واحد ان انطلاقه مشوار، اتنين انه المنتخب اللي جاي او الماتش اللي جاي للمنتخب يعني هيكون مع مالي، ومالي الحقيقه طول عمرها يعني مش بس الجيل ده، طول عمرها بتقدم منتخبات واسماء كبيره جدا، وعايز اقول لك ان منتخب مالي مطلع منتخب السنغال في التصفيات، فبالتالي منتخب تقيل، فبالتالي انت مهم جدا تاخد ثلاث نقاط لانك مش عارف القصه مع مالي هتمشي ازاي. هو عامه بدايات اي بطوله مهم جدا انك تاخد الثلاث نقاط الاولانيه. طبعا مهم جدا، اتحط في توتر غير طبيعي وممكن تخرج. احنا شفنا الارجنتين في كاس العالم. صحيح. والمفاجاه اللي حصلت من السعوديه، وكانوا قاب قوسين او ادنى انه يخرجوا من البطوله، ولكن طبعا امكانياتهم وخبراتهم ووجود واحد من اعظم اللعيبه اذا ميسي. انا يعني بالنسبه لي اللي اتفرجت عليهم كلهم في حياتي، مارادونا انا كاسامه بعتبره رقم واحد، معاك على وممكن ميسي هو يكون رقم اتنين في اللي انا شفتهم. يعني بليه يعني يمكن ما شفناهوش غير ماتش ولا حاجه. لا، في اساطير كتير زمان كان، اساطير طبعا، بيليه وكرويف وكرويف طبعا كرويف كان غير طبيعي برضه. كرويف غير طبيعي، بس كل الناس دي احنا ما اتفرجناش عليهم بحجم ما اتفرجنا على مارادونا وميسي او كده. فميسي طبعا فرق معاهم كتير وكان ليه تاثير كبير في البطوله وخدوها في الاخر، ولكن دي من الحاجات القليله اللي بتحصل، انك تخسر اول مباراه وتسترد فعشان كده ماتش انجولا النهارده مهم جدا، وزي ما انت قلت مالي بعديها النيجر، ماتش مهم جدا بعد كده مالي، هيبقى المباراه اصعب ومنتخب كبير وتملي مالي كمان في الاعمار الصغيره اللي هي يعني
من 20 سنة وتحت يعني، عندهم لعيبة جيدين جدا وبيفرخوا كتير قوي لأوروبا، زيهم دلوقتي زي السنغال زي كاميرون زي نيجيريا، ولكن يمكن هم ما عندهمش خبرة البطولة، شخصية البطولة دي. شخصية البطولة يعني مهما كانوا مستوى بيلعبوا مستوى جيد حتى الفريق الأول ويبقى متوقع من الناس وحاطين امال عليهم ان هيعملوا حاجه كبيره قوي، تلاقيهم يخرجوا من ادوار مثلا دور الثمانيه قبل النهائي. السنغال الفتره الاخيره توت افريقيا دي اول بطوله تحققها السنغال في تاريخ. شوف بقى كل الاجيال العظيمه دي اللي كانت بتروح كاس عالم وبتلعب في اوروبا مظبوط ما خدوش بطوله افريقيا قبل. مظبوط بس تحس ان السنغال حطوا رجلهم على الطريق الصحيح. وبعدين السنغال شويه عندهم شراسه في اللعب اكتر من مالي. يعني عاملين زي نيجيريا كاميرون، يعني مع كورتهم الحلوه في شراسه شويه في الملعب، مالي شويه طيبين بيلعبوا بحنيه شويه. انا بيفكروني شويه مع الفارق يعني، بس يعني تقريبا فرقه سان داونز في في في, في افريقيا. فرقه جيده جدا ولكن من السهوله، مش من السهوله يعني بالسهوله قوي لا، يعني من الفرق رغم إمكانياتها سهل انها تخرج، لكن ممكن تخرج بسهوله. ولذلك انت حتى عدد البطولات اللي هم واخدين بطوله واحد. افريقيه واحده لكن عندهم امكانيات وابتدوا يحطوا نفسهم على الطريق الصحيح. فمالي برضو منتخب قوي، فعشان كده ماتش النيجر النهارده نتمنى يكونوا موفقين وياخدوا اول 3 نقاط. يعني كولر بالتاكيد سعيد بتجربته جدا مع الاهلي في اول موسم ليه، رغم انه دايما اول موسم ده ما بيبقاش المدير الفني مالك كل الاوراق اللي في ايده، يعني لسه بيستكشف الامور، بيستكشف الفريق، بيستكشف طبيعه المنافسه، بيستكشف القاره اللي هو رايح يلعب فيها، وهي بالنسبه بالتاكيد مختلفه تماما عن القاره اللي كان بيشتغل فيها اوروبا. ورغم كده نجاح على كل المستويات، اداء ونتائج وارقام وبطولات، وبالتالي يهمه جدا ان يفنش الموسم ده بالعلامه الكامله. النهارده بيبدا مشوار الكاس مع، انا اعتقد انه بالنسبه للكل، حاولت ان انا اعرف اي حاجه عن منتخب السويس لكن فريق مجهول الهويه. ماتشات الكاس دايما بيبقى ليها، حتى وان كانت في فرق كبيره يا كابتن اسامه، انا لسه كنت بدلل بالنجوم، نجوم مطلع في اول ما طلع الاسماعيلي بالبطوله، ومن بعده طلع سموحه، محدش كان متوقع فريق درجه ثالثه يطلع فرقتين بيلعبوا دوري ممتاز. مظبوط. شايف المباراه ازاي؟ على مستوى الاهداف اللي مستر كولر بيحاول انه يحققها، طبعا التاهل ده اكيد، لكن بالتاكيد في اهداف ثانيه، ومتوقع ايه كسيناريو من فريق زي منتخب السويس وهو جاي يواجه اول ما بيواجه بطل افريقيا؟ اولا مستر كولر طبعا حقق العلامه الكامله حتى الان، بطولتين سوبر، كاس، دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله الدوري باذن الله محسوم للنادي الاهلي، واحنا داخلين في المنافسه بقى اللي هي السادسه تعتبر او البطوله السادسه، فما فيش شك انه يهمه جدا انه يحقق كل البطولات. صحيح مش شرط انك تحقق كل البطولات، بس حاجه برضو مميزه جدا وتتحط في السي في بتاعك انك اول موسم ليك تكون حققت كل البطولات اللي دخلت فيها. فمنتخب السويس النهارده هو تاسع الدوري في المجموعه الثانيه اللي هي في القسم الثاني، طلع تاسع لانه طبعا زد بنبارك لهم هم اللي صعدوا، في وادي دجله، السكه، القناه، بتروجيت، مصريه للاتصالات، ده اذا دوري المحترفين اتطبق، هم دول اللي زد صعد وال... دوري المحترفين وطبعا المصريه للاتصالات عشان سادس بيلعب دوري من ثلاث فرق ويطلع منهم اثنين، ده اذا اتطبق دوري المحترفين. هو في فمنتخب ما يطبقش ولا في كلام كتير 90% من الانديه معترضه، لانك انت اصل في نقطتين مهمين. النقطه الاولى الامكانيات الماديه، وهل هيبقى في راعي يقدر يصرف على الدوري ده ويتحمل والانديه تاخد مبالغ جيده تساعدها في الانتقالات من اقصى الصعيد مثلا للقاهره الاسكندريه، لانه هيبقى دوري من مجموعه واحده. انا فاهم. فدي واحده لسه بيتكلموا فيها. النظام اللي كان مطبق قبل كده 3 مجموعات موزعين جغرافيا.
الصعيد فبيلعب في الصعيد كل ماتشاته، بحري بيلعب في بحري كل ماتشاته، والمنطقة القناه بيلعبوا في ومع كل ذلك ماتشاته. للاسف للاسف، ودي لازم يعني عشان الكره المصريه تتصلح لازم يشوفوا لها حل. ومع ذلك فرق كتير بتعاني، فرق كتير جدا بتعاني حتى في منطقتها يعني. لازم وزارة الشباب واتحاد الكورة والدولة كلها تشوف حل للمواضيع دي، لأنه مفيش دوري هيتفضل يتلعب والناس مش عارفة تصرف على لاعبتها ولا مدربين يجيبوها ولا انتقالات. أقول لك حاجة يا كابتن أسامة، ما هو اللي مش قادر ليه بيلعب؟ يعني هي الفكرة في النهاية برضه، ما هي المشكلة يعني لما بيجي يتكلم على نادي مثلا المنصورة نزل من قد إيه؟ يعني انت حضرت المنصوره وهو في عز، طبعا وانا حضرت طبعًا المنصوره وهو في عز، نجوم كتيره جدا طبعا، تجربه كانت رائعه جدا. نزل من كام سنه؟ لا كتير قوي، كتير جدا. البلديه اللي لسه راجع كان من كام سنه، الاولمبي، الترسانه. تعرف المنصوره سنه 95 96 وصل معانا نهائي، وكسبنا الكاس، كان مستر كان مستر هولمان ساعتها. بس هي الفكره، ما هي ما هو جميل اللي معهوش ما بس هي الفكره الانديه الجماهيريه والشعبيه. انا اتفضل ليه هقول لك يعني. مفيش دوري في العالم هيتلعب كله ويبقى كله شركات ومؤسسات ومفيش جماهير في المدرجات. الدوري المصري، الدوري المصري، السؤال هنا كابتن اسامه، ليه انديه الشركات دي قادره تنجح عشان امكانيات ماديه بس؟ امكانيات ده انا عندي ظهير جماهيري وشعبي، ما هو ما فيش يجب استغلاله. ما استغلاله هي دي، ايوه هي دي بقى هي. ما انا بقول لك عشان كده احمد، انه ما اعرفش الدوله، الشباب والرياضه، اتحاد الكوره، لازم يبقى في حل جذري للانديه الشعبيه ازاي تجيب موارد وتصرف على نفسها، لان الكوره من غير جماهير ليس لها لازمه. ايوه ما انا مش هفضل انا كدوري مصري بس بقى ده موضوع لا كبير، موضوع كبير فمش عايزين نطول فيه. ماشي، كمان وقت لا ماشي. عايز اسمع رايك في ماتش النهارده وايه الاهداف اللي بيسعى ليها كولر وتوقعاتك لشكل المباراه والسيناريو. ماشي، فمنتخب السويس طلع تاسع. ايوه يعني لو الدوري زي ما قلنا اتطبق فهو في بره دوري، لكن ده لا يمنع انه اللعيبه النهارده بتاعته هتحاول تبذل اقصى جهد لاسباب كتيره. يمكن حد يقول لك انا حد يكتشفني، هتنقل حتى لو مش في الدوري الممتاز. أيوة. يعني في انديه الدوري لدوري فرقه اعلى من، ففي دوافع غير طبيعيه. فاترينا يعني ماتش فاترينا طبعا، والنادي الاهلي بطل افريقيا وبطل العرب، يعني كل الانديه حتى اللي في الدوري الممتاز بيبقى سعيد وهو جاي يلعب النادي الاهلي. فما بالك بقى فرقه من الدرجه الثانيه يعني. فهيبقى في حماس، هيبقى في اصرار، ولكن ده يخلي كولر يفكر يرمي بتقله ويلعب يعتمد على عناصر اساسيه ولا انا اعتقد انه معظم انا اعتقد بس طبعا هي وجهه نظر مستر كولر. ما اعرفش هيعمل فيها ايه، لانه الماتش اللي فات غير 8. ايوه انا مش عارف، ما اعتقدش انه 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 هيخلي برضو التغيير 8. اكيد هيرجع ببعض العناصر، حتى هو استعان ببعضهم في الشوط الثاني زي بيرسيتا وزي ياسر ابراهيم، زي يعني استعان ببعض، ديانج نزله الشوط الثاني، فممكن هيستعين ببعض الناس اللي كان قعدهم على دكه البدايه، لانه قعد 8 لاعبين. فيهمه جدا انه يكسب، هو ملوش دعوه الفرقه درجه ثانيه، الفرقه درجه اولى، الفرقه كذا، ده كاس يعني، لازم يكسب المباراه. يعني الماتش اللي فات حرس الحدود تقدر تقول ايه، حتى لو حصلت مفاجاه والاهلي تعادل او اتغلب، الاهلي لسه خمس ست ماتشات مؤجله، ولو عوض هيفرق في الدوري. سؤال اخير لكن واجابه سريعه كابتن اسامه عشان الوقت. الاسماء التي لم تظهر في دايره اهتمامات مارسيل كولر في مباراه زي مباراه منتخب السويس، هل ده معناه انه الموسم انتهى بالنسبه لها؟ لا طبعا لا طبعا. هو يحاول يكسب بكتير من العناصر الاساسيه. أيوة. ولكن مش معنى انه حد ما لعبش ان هو مش في دايره اهتمامه. يعني فاتمنى لهم التوفيق ان شاء الله باذن الله. نتمنى التوفيق وبدايه مشوار ان شاء الله، تحقيق لقب وبطوله جديده. الواحد ما بيشبعش من الكلام معاك. الله يخليك، هو فعلا حقيقي يعني. مره ثانيه ان شاء الله الوقت يبقى معانا اكتر من كده. بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. مره ثانيه كل سنه وانت طيب، وان شاء الله نتقابل قريب في السنه ان شاء الله. بشكركم على المتابعه، تحياتي لكم.